الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب استحباب سجود الشكر، باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. هذا الباب بوبه المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، وهي سجود الشكر. وسجود الشكر كما بوب له المصنف مستحب، وقد دلت عليه أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر هذا الحديث ثم نتكلم عن مسألة سجود الشكر وما يتعلق بها. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا الله عز وجل ساعة ثم خر ساجدا، فعل ذلك ثلاث مرات، ثم بين للصحابة سبب فعله، أنه في المرة الأولى دعا الله أنه يشفع لأمته فأعطاه ثلث أمته، وفعل مرة ثانية، وفعل ثالثا، وفي كل مرة يسجد لله شكرا. وهذا الحديث فيه دلالة على سجود الشكر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الشواهد تدل على هذه المسألة، وهي سجود الشكر. قد جاءت حديث أخر تدل على مشروعية سجود الشكر، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام همدان، عندما أسلم همدان وكتب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما وصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا شكرا لله عز وجل، وقال: سلام الله على همدان، سلام الله على همدان. وأيضا جاء في قصة كعب رضي الله عنه في توبته، وهي في البخاري، فلما بشر وسمع صوتا قبل أن يبشر صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا، وكان هذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية سجود الشكر. وسجد أبو بكر رضي الله عنه عند مقتل مسيلم الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه عندما بلغه مقتل ذو الثدية، وغير ذلك من أفعال الصحابة رضي الله عنهم في سجود الشكر. فسجود الشكر مستحب عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة، إذن لا بد من هذا القيد. فهذه هي المسألة الثانية المتعلقة بسجود الشكر. المسألة الأولى حكم سجود الشكر مستحب. الحكم الثاني والمسألة الثانية: متى يكون سجود الشكر؟ يكون عند حدوث نعمة ظاهرة متجددة وليست نعمة مستمرة، أو اندفاع نقمة ظاهرة.
أما سوى ذلك فيعتبر بدعة لا يجوز سجود الشكر عندها. وفي قولنا أنه عند بدعة عند نعمة متجددة وليست مستمرة، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد عند كل نعمة، وإنما كان يسجد عند النعم المتجددة الكبيرة العظيمة، كما سجد في هذا الحديث عندما استجاب الله دعاءه في أمته وشفاعة له وفي إسلام همدان، وسجد كعب عند قبول توبته بعد أن حصل عليه ما حصل من الأمور التي ذكرها الله عز وجل حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وسجد أبو بكر عند مقتل مسيلمة، وسجد علي عند مقتل ذي الثدية. فهنا حصول نعمة عظيمة واندفاع نقمة كبيرة، أما مجرد السجود عند تجدد النعم المستمرة هذا بدعة. فلو نظرنا إلى نفس المسلم من أعظم النعم، لو توقف النفس مات الإنسان، والنفس في الدقيقة أكثر من 60 مرة تقريبا، فهل نسجد عند كل نفس؟ هذا لا يقوله عاقل. فلذلك ما يفعله اليوم بعض الناس بعد كل صلاة يسجد سجود شكر، أو في كل يوم يسجد سجود شكر في نهاية اليوم أن الله وفقه وأن الله أعانه على أداء العبادات والأعمال، كل هذا من البدع، لأن هذه نعم مستمرة لا يسجد لها، وإنما يسجد عند النعم العظيمة المتجددة، كرجل يحصل له مولود بعد مدة طويلة، أو حصول نصر للمسلمين إلى غير ذلك من الأمور التي يسجد لها، وهي أمور كبيرة عظيمة. هذه مسألة. المسألة الثالثة متعلقة بسجود الشكر، هل يلزم بسجود الشكر الطهارة؟ على قولين عند أهل العلم، والصواب في هذا أنه لا يشترط لا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر أن يكون المرء على طهارة، لأنها ليست صلاة وإنما هي ذكر، والسجود من غير صلاة في الأصل أنه بدعة لا يجوز. فلو أراد رجل أن يدعو الله عز وجل فقال أسجد وأدعو الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد فيسجد ويدعو، نقول بدعة، إلا إذا كنت تصلي وكنت ساجدا فادعو، أما أن تقوم وتسجد وتدعو فقط هذه بدعة، إلا في هذين الموضعين، في الشكر وفي التلاوة، سجود التلاوة تقرأ القرآن مررت على سجدة حتى من غير صلاة تسجد، شكر تسجد، غير ذلك لا تسجد من غير صلاة، فلو سجدت من غير صلاة فقد وقعت في البدعة. المسألة الرابعة، ماذا يقال في سجود التلاوة في سجود الشكر؟ يقال فيه ما يقال في الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم إذا أراد أن يدعو ويشكر الله فهذا لا بأس. والمسألة الخامسة المتعلقة بسجود الشكر، هل يشترط استقبال القبلة؟ نقول كما قلنا في اشتراط الطهارة، لا يشترط لا طهارة ولا استقبال القبلة، لأنه ليس صلاة، ولكن لا شك أن الأكمل أن يكون على قبلة وأن يكون على طهارة. المسألة السادسة، ما يفعله اليوم بعض الناس خاصة اللاعبين، أنهم يعني إذا سجلوا هدفا أو انتصروا في بطولة سجدوا لله شكرا، فما حكم هذا العمل الذي عم وانتشر بين الناس؟ نقول هذا العمل لا يجوز ولا يصح، لأن هذه ليست نعمة يشكر الله عليها، ليست نعمة ظاهرة، فأقل الأحوال أقل الأحوال لو سلمنا جدلا أنها ليست حراما أنها مباح، والمباح لا يسجد له، وإنما يسجد للأمر العظيم الكبير، فهذا أقل الأحوال نقول مباح، مع أنه لا يسمى من الحرام أبدا، بالصورة الحالية لا يسمى من الحرام، والمحرمات كثيرة جدا في الألعاب الحديثة. وأيضا يرد عليهم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رياضات، وكان ينتصر فريق على فريق وطرف على طرف ورجل على رجل، فلم يكن أحد منهم يسجد لله شكرا بسبب هذا الانتصار، لأن هذا أقل أحواله أن يكون
من جملة المباح. ولذلك عندما سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان عن هذا فقال أن هذا لا يجوز، وقال في فتوى أخرى أنها بدعة، وهذا هو الصواب، أنه في مثل هذه الأمور لا يسجد، بل نقول ينزه هذا السجود عن هذه المواضع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.